ما الذي يضيفه إلى تعقيدات هذا المشهد برأيك؟ أول استنتاج هو أنه لا توجد شيء اسمه الدولة في ليبيا. ماكس فيبر المفكر الألماني الكبير يقول الدولة هي الطرف الوحيد الذي يحتكر العنف الشرعي المسلح، لا يجب أن ينافس الدولة أي طرف. إذا ثم دويلات، ثم مراكز قوى، ثم ميليشيات، ثم قبائل مسلحة، ثم فوضى عارمة. لكن في الأشهر الأخيرة تشكل تحالفين موضوعين، أليونس أوبجيكتيف. ما معنى تحالف موضوعي؟ التحالف الموضوعي هو الذي يجمع أطراف حتى متناقضة إيديولوجيا أو سياسيا لكن لنفس الهدف، بمعنى أن الإخوان المسلمين اجتمعوا مع الجماعات الليبية المقاتلة، مع أنصار الشريعة، مع جماعات متطرفة أخرى بدعم كثيف من قطر وتركيا ضد من؟ ضد تحالف موضوعي مقابل. التحالف الموضوعي المقابل يتشكل أساسا من قوة حفتر، من فرقة الصاعقة التي انضمت إليه، من بقايا جيش معمر القذافي، من قبيلة الزنتان، من قبيلة ورشفانة، من كثير من أنصار معمر القذافي. تجمع هؤلاء جميعا لمواجهة الإخوان المسلمين والجماعات المسلحة وأنصار الشريعة ودرنا وغيره. السبب الآخر الثاني لماذا تحترق طرابلس الآن؟ تعرفين أن الإخوان المسلمين خسروا الانتخابات. الإخوان المسلمين رسميا خسروا الانتخابات في هذا البرلمان، وحتى الجلسة الأولى عقدت في طبرق لم تعقد في طرابلس، وهم غير مستعدين لترك السلطة على بعض أحياء طرابلس لأن طرابلس لا تحكمها ميليشيا واحدة. المطار على سبيل المثال الآن هذا التطور الجديد سيد الصيداوي، هذا التطور الجديد الذي شهدناه فجر هذا اليوم، إلى أي اتجاه برأيك يدفع، أو ما هي المؤشرات التي نقرأها من خلاله؟ هل يعني تظاهر الجبهتين اللتين تتحدث عنهما، هل بات الآن يعني أن الجبهة الأخرى التي تعني يعني ميليشيات الزنتان باتت على تحالف وثيق مع حفتر يخدمها ويضرب بالطيران لمصلحتها؟ هل نحن أمام قيادة موحدة، قيادة وسيطرة لهذه الجبهة في مواجهة الجبهة الأخرى؟ بالتأكيد، قلت لك حدث تحالف موضوعي من أنصار الشريعة الإخوان المسلمين من جهة، من حفتر إلى الزنتان إلى فرقة الصاعقة إلى قبيلة رشفانة إلى أنصار لمعمر القذافي ليس كلهم. ثم من سيحسم الصراع في نهاية الأمر إذا كان الحسم عسكري ستكون قبيلة ورفلة، لأن أكبر القبائل الليبية على الإطلاق بأكثر من مليون مواطن. إذن ثم تشابك كما قلنا أيديولوجي قبلي في المسألة، مناطقي جهوي. طرابلس منقسمة، الإخوان المسلمين خاسروا الانتخابات، أو المؤشر يقدمونه حسب رأي بدعم من قطر لا يريدون ترك السلطة على بعض أحياء طرابلس، وأنا من يتشبثون بها. الليبيا لا أقول دخلت في حرب الأهلية، اليوم الأول في الواقع دخلت في حرب الأهلية بسبب أساسي يعود لمقولة مركزية لماكس فيبر، فقط الدولة تمتلك هذا العنف. هذا صحيح، ولكن الطرف الآخر أيضا هو عبارة عن ميليشيات، يعني ليس فقط الإخوان المسلمين هم الميليشيات الموجودة على الأرض.